السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم حول عدة مواضيع في محاضرة الأسبوع السادس. هذه المواضيع طبعا الآن راح نتكلم حول الـ Volumetric Efficiency أو الكفاءة الحجمية. يقول It's defined as the ratio between the actual or measured volume of intake air. يعني شنو؟ تعرف بأنها النسبة بين الحجم الهواء الفعلي الداخل إلى المحرك، حجم الهواء الفعلي الداخل الى المحرك اللي يسموه في اي طبعا بالمتر المكعب ينقاس درون انتو ذا سلندر اور انجين، يعني سواء كان حسبته للمحرك او للانجين نفس الشيء. اند ذا ثيوريتيكال فوليوم اوف ذا انجين سلندر ديورينج ذا انتيك انجين سايكل، يعني شنو الى الحجم النظري زين للاسطوانه او للمحرك يسموه الفي دي، في ديسبليسمنت فوليوم إذا تتذكروه هو الحجم المحصور ما بين النقطة الميتة العليا والنقطة الميتة السفلى. زين، يقول the volumetric efficiency can be regarded الكفاءة الحجمية ممكن أن تعتبر هي كفاءة محركات الاحتراق الداخلي على ملء الأسطوانة to fill the cylinders with intake air بالهواء المسحوب إلى داخل المحرك. إيش قد تقدر هاي الأسطوانة خلال شوط السحب أنه تمتص هواء. The higher the volumetric efficiency, the higher the volume of intake air in the engine. طبعا يقول كلما كانت الكفاءة الحجمية عالية كلما كان حجم الهواء المسحوب إلى داخل المحرك أكبر. طبعا هذا الشيء زين، قلنا احنا حتى نزيد من كفاءة الاحتراق نحتاج انه ندخل هواء بكمية كافية إلى المحرك، ولهذا سبق وان تكلمنا انه يستخدمون التوربو تشارجر والسوبر تشارجر لهذا الغرض. زين، هنا الكفاءة شلون تنحسب؟ ببساطة الكفاءة الحجمية هي الحجم الداخل إلى المحرك أو إلى الأسطوانة اللي فعلا دا يدخل بشوط السحب إلى حجم الأسطوانة نفسها، قلنا الحجم المحصور ما بين النقطة الميتة السفلى والنقطة الميتة العليا. زين، إذا جينا استعاضينا عن الـ VA بما يعادلها فراح يصير المعادلة بهالشكل هذا، الكتلة على الكثافة، الكثافة الكتلية. فانت الكثافه شو تساوي؟ كتله على الحجم، من تساوي الطرفين البسطين يصير الحجم يساوي الكتله على الكثافه. زين، فاني اذا اعوض هذا المقدار محل ال في اي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير المعادله راح تصير بهالشكل هذا. زين، الكتله على الكثافه في حجم الاسطوانه. زين، هذا اذا انا عندي مثلا يا كتله كتلة الهواء الداخل المحرك في شوط السحب. زين، إذا أنا عندي مثلا كذا شوط سحب، زين شلون راح أحسبها؟ إذا عندي كذا شوط سحب راح تيجي تنحسب كمعدل. فهنا ايش راح يصير؟ راح أضيف هنا سرعة المحرك، زين ايش كم دورة يدور بالدقيقة أو بالثانية، وهنا هاي الان ار هي فد معامل حتى شنو؟ إذا كان المحرك رباعي الضربات، تدرون انتو هاي مثلا اذا كان الـ NE اللي هو سرعة المحرك 3000 دورة بالدقيقة، طبعا خلال هال 3000 دورة بالدقيقة كم شوط سحب راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 1500 شوط سحب. ليش؟ لانه كل دورتين عندي شوط سحب واحد، فيتقسم هاي السرعة تتقسم على اثنين احصل عدد اشواط السحب، يعني هاي الـ NE على NR تنطيني عدد اشواط السحب. زين، اما اذا كان ثنائي الضربات فال 3000 راح تبقى نفسها شنو؟ 3000، لانه يعني كل ضربه او كل دوره لعمود المرفق هي راح تسبب لي شنو؟ شوط سحب. تلاحظون شلون؟ زين، فيصير المعادله بهالشكل هذا، ام اي الكتله في هذا المعامل قلنا اما 2 في حاله رباعيه الضربات واما 1 في حال محركات الضربه الواحده، وعندي هاي سرعة المحرك وعندي هاي حجم الأسطوانة وعندي هاي الكثافة الكتلية. طبعا بقت نقطة أخيرة أشير لكم إلها، أنه هاي الـ MA، خلينا نمسح الدنيا أول شيء، هذه الـ MA مو نفس هذه الـ MA. سيقول لي واحد شلون هذه الـ MA في شلون وقت استخدمها؟ من عندي أني تكون معلومة خلال يعني كتلة الهواء الداخل الى الاسطوانه خلال شنو؟ شوط السحب، شوط سحب واحد. زين، هنا هاي الام اي شنو؟ كتله الهواء الداخل الى الاسطوانه، زين خلال شنو؟ مو خلال شوط واحد، خلال دقيقه،
خلال دقيقة زين أو خلال ثانية حسب وحدة الزمن اللي مستخدمها وين؟ هنا بالان اي. فهاي الام اي تختلف عن الام اي اللي طبعا هاي عادة يرمزوا لها بهذا الرمز، يرمزوا لها بهذا الرمز يعني ام اي دوت، خلوا فوقها نقطة معناتها معدل يعني خلال دقيقة خلال ثانية زين. فانت تقدرون شو تسوون؟ تخلون هنا نقطة فوقها، هاي هنا تخلون نقطة، فصارت شنو؟ كأنما معدل، معدل. فبهالطريقة راح نقدر شنو نحسب؟ انه خلال الدقيقة ايش قد دخل هواء الى المحرك فعلا هذا. وهذا لو تلاحظون هنا هذا يحسب لي يعني الفي دي في ان اي كمية الهواء اللي المفروض انه تدخل الى داخل الاسطوانة. اسطوانة عندي هالقد حجمها، هالقد دورة بالدقيقة، فالمفروض تمتص هالقد المفروض. زين لو تلاحظون، لو تلاحظون انه بهالطريقة هاي راح اعرف انه هنا خلال شوط، خلال شوط واحد مثل ما قلنا هنا خلال وحدة الزمن، خلال دقيقة مثلا، دقيقة شوي الخط تعبان، او خلال ثانية وهكذا. زين نعبر على السلايد اللي بعده. زين هسه عرفنا شلون نحسب الكفاءة، قانون الكفاءة شوية نغير به نقدر شنو نعرف؟ نعرف الحجم الهواء الداخل الى المحرك بالفعل فعلا اللي هو شنو؟ هو الـ VA. طبعا نعيد ترتيب المعادلة، فش تصير؟ تصير الـ VA تساوي الـ VD في الـ NE. الـ VD هو الـ Displacement Volume، الحجم الأسطوانة، العفو حجم إزاحة المكبس، والـ NE هو عدد سرعة المحرك دورة بالدقيقة أو دورة بالثانية، الكفاءة الحجمية اللي هسه طلعناها، وعلى الـ NR اللي هو قلنا إما واحد وإما اثنين. زين اذا اني اريد اعرف هاي، اذا اريد اعرف الحجم quantity of air intake يعني كمية الهواء الداخل، الكمية يعبر عنها اما بصيغة حجم واما بصيغة كتلة، ايضا الكتلة ايضا كمية. فانت كمية الهواء اما تريدها ككتلة واما تريدها كحجم، كيفك. اذا كحجم فهذا القانون مالته، اذا ككتلة فراح يدخل بيها شنو؟ الكفاءة، العفو الكثافة الكتلية، نفس هذا القانون بس شنو تضربه بالكثافة الكتلية راح يطلع لك الكتلة. زين لأنه هو هذا كأنما هذا هسه القانون كله هذا كأنما حجم. فإحنا إيش عندنا؟ عندنا الكثافة شو تساوي؟ تساوي الكتلة على الحجم. هذا المثلث اللي يمكن جيت لكم عليه، مو الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. فأنا إيش أريد؟ الكتلة فالكثافة في الحجم، هذا الحجم العفو مو في دي، في اي، هذا الحجم اضربه في الكثافة راح تطلع لي الكتلة. يعني هذا مجرد طرفين وبسطين راح تمشي المسألة. هذا فور سلندر، شنو فور سلندر؟ يعني شنو؟ للاسطوانة الواحدة، الحجم الهواء الداخل للاسطوانة الواحدة خلال مثلا كذا بالدقيقة او بالثانية. زين اذا اريد اني حجم الهواء الداخل الى المحرك كل، نفس القانون، هذا نفس القانون تشوفوه، هذا نفسه، لكن اضربه في شنو؟ في فشي اسمه ان سي. الان سي هي عدد الاسطوانات، عدد اسطوانات المحرك، وهذا ايضا نفس القانون لو تلاحظون. يعني هاي هسه الان سي لو نجيبه هنا والرو يصير هنا، فيصير نفس القانون هذا الرو وياها، بس مجرد ضربناه في ان سي اللي هو عدد الاسطوانات. فهنا عندي للاسطوانة الوحدة وهنا عندي للمحرك ككل. فإذا أريد أعرف حجم الهواء الداخل إلى الاسطوانة، هذا حجم الهواء الداخل الاسطوانة، كتلة الهواء الداخل الاسطوانة، طبعا هاي شنو حجم الهواء؟ هنا عندي ان اي يعني شنو؟ دورة بالدقيقة أو بالثانية. فإذا دورة بالدقيقة يعني حجم الهواء الداخل المحرك خلال واحد دقيقة، او هيك نقول بالمنت، يعني تصريف، كانما تصريف، او حجم الهواء الداخل المحرك بالثانيه. هنا نفس الشيء كتله الهواء الداخل المحرك بالدقيقه، زين اذا هاي استخدمتها بالدقيقه، او بالثانيه اذا هاي استخدمتها بالثانيه، فراح يصير عندك تصريف، يعني هو بالحقيقه هذا التصريف. زين زين وهذا ايضا نفس الشيء. وهاي هنا معطيكم الكيات مال ذني الرموز اللي هي ال VA actual volume of intake air يعني الحجم الفعلي الداخل، VD theoretical volume of intake air الحجم الفعلي يعني هو من النقطة الميتة
حجم الاسطوانه المحصور ما بين النقطه المائيه العليا والنقطه المائيه السفلى. الفوليومتريك افشنسي الكفاءه الحجميه ان اي هو انجن سبيد يرمزوا لها اس السالب واحد او ار بي اس مثلا. ار بي اس يعني ريفولوشن بير سكند او منت السالب واحد، قلنا لانه احنا الدوره هي مو وحده، فمن تقول مثلا ريفولوشن بير سكند، ريفولوشن هي مو دوره، كانما تقول واحد على سكند، السكند اذا صعدها فوق تصير اس السالب واحد، زين، والمنت نفس الشيء. زين هنا ان ار نمبر اوف ريفولوشن بير سايكل يعني عدد الدورات يعني عدد دورات عمود المرفق اقصد في دوره عمل واحد اللي هي تحتوي على شوط سحب واحد. فهنا محركات رباعيه دورتين يلا يصير عندي شوط سحب كل دورتين، وفي المحركات الضربة الواحدة ثنائية الضربات راح يصير شنو عندي؟ راح يصير عندي كل شوط راح يصير العفو كل دورة لعمود المرفق راح يصير عندي شوط سحب. زين NC number of cylinder، طبعا هاي C غلط من الاس لازم cylinder بالسي. زين MA actual mass of intake air، طبعا كيلوغرام بالدقيقة أو بالثانية حسب قلنا الـ NA، يعني هذا التصريف يعني أكثر ما هو كتلة. زين الرو هو density of intake air أيضا كيلوغرام في M سالب واحد يعني كيلوغرام. هاي عفوا هنا أيضا أكو لازم تكعيب، هاي هنا حتى ننساها، كيلوغرام في متر سالب واحد يعني كيلوغرام على متر المكعب. زين نجي ناخذ في مثال بسيط حتى نعرف شنو راح نحل هذا الشيء. ايش يقول؟ يقول اثري سلندر ديزل انجين يعني محرك ديزل ثلاث اسطوانات ثري سلندر اوف اتراكتر لساحبه هافينج 100 ملم سلندر دايمتر، يعني شنو؟ يعني قطر السلندر هو 100 ملم. زين اند 100 ملم ستروك يعني طول الشوط او طول الضربه هو 100 ملم. طبعا 100 ملم الستروك يقصد به ايضا قلنا الحجم ما بين النقطه المائيه العليا والنقطه المائيه السفلى. زين رننج انت 1600 ار بي ام يعني 1600 دوره بالدقيقه هاز اير تو فيول ريشيو. هنا هذا فد مصطلح ربما جديد عليكم، اير تو فيول ريشيو هاي مو الكومبريشن ريشيو، هاي يسموها نسبه يعني خلط الهواء مع الوقود. الهواء الى الوقود هو 14.5 إلى 1، يعني شنو؟ يعني كل جزء مثلا كل جزء من اجزاء الوقود يقابل 14.5 جزء من اجزاء الهواء. زين اي وحده تستخدم غرام ملي غرام، 14.5 ملي غرام هواء يقابل 1 ملي غرام وقود وهكذا. زين مثلا يعني طبعا دا تشوفون نسبة الوقود الهواء اعلى من الوقود وهذا هو الصحيح. شو يقول بعدين؟ يقول assuming افترض that coefficient of air admission in the engine is 85%. هذا شنو coefficient of air؟ يعني كانما دا يقول لك الكفاءة. زين الايتا في الكفاءة الحجمية. بعد شو يريد من عندك؟ يقول calculate the quantity of air and fuel supplied to engine per minute. شو يريد؟ يريد يحسب كمية الهواء والوقود الداخلة إلى المحرك بالدقيقة الواحدة. شوف هو حكم لي بالدقيقة الواحدة. زين assume that density of air at intake is 1.209 كيلوغرام على المتر المكعب. يقول افترض كثافة الهواء يعني عند ما يسحب إلى الاسطوانة هو هالقد. زين هنا ايش راح يصير؟ خلينا نكتب المعطيات. هسه احنا حكينا السؤال بس خلينا نكتب المعطيات. طبعا اول شيء ايش مطيني؟ مطيني دي اللي هي قطر الاسطوانه مطيني اياها بالمليمتر احوله للمتر. زين حتى اوحد الوحدات كلها عندي. بعدين الستروك مطيني اياها ايضا 100 ايضا حولت هاي حولت متر هاي حولت متر. الان هذا يا ان الان اي مطيني اياها 1600 ار بي ام بالمنت بالدقيقه. زين الار يعني هي نسبة خلط الوقود الى الهواء 14.5. هاي ليش راح نحتاجها هسه؟ اقول لكم ليش راح نحتاجها.
هو شي يريد يقول نسبة الهواء والوقود، هاي الهواء والوقود المجهزة إلى المحرك بالدقيقة. فأنا إذا عرفت كمية الهواء الداخل للمحرك من خلال هاي النسبة راح أقدر أعرف كمية الوقود الداخل إلى المحرك. زين، ال سي أي شنو هذا؟ طبعا هاي الرمز نكتبه هيجي إيتا في، يعني هاي الكفاءة الحجمية. زين، ال إن سي عدد الأسطوانات، أسطوانات المحرك، ونرى اي هي الكفاءة. خلنا نجي نشوف اكو شيء ناقصنا. خلنا نحسب اول شيء شنو حجم الهواء. حجم الهواء او كتلة الهواء شلون نحسبها؟ طبعا عندنا هذا القانون ده، شوفوا في دي ان اي ايتا في ان سي رو اي على ان ار، هذا القانون. خلنا نجي نشوف عندنا بي نقص قبل ما يعني نشوف هاي الخطوة اللي قبلها. زين، شنو عندنا؟ عندنا الفي دي معلومة هنا عندي، الفي دي الحجم، حجم ازاحة المكبس الديسبليسمنت فوليوم ما معلوم، فلازم شنو احسبه؟ ليش؟ لان هو منطيني الدايمتر البور، هذا البور زين، ومنطيني الستروك، فمن خلالها اقدر احسب الفي دي شو تساوي لي. هذا قانونها سهل، باي دي سكوير على ديفايدد باي 4 في ال او في اس، في بعض المصادر الستروك اما يرمزوا له ال واما يرمزوا له اس. زين، هنا انا حولتها الى متر، فاجي 3.14 في هذا تربيع على 4 في 0.1، راح يطلع لي الناتج بهالطريقه هاي 7.58. طبعا هاي يعني اكو هيك يطلع هواي صفاره 0.00075 زين متر مكعب. فاحنا شو يسوون؟ هيك يسووا حتى يكون اسهل بالقراءه. ف 7.58 في 10 اس سالب 4 متر مكعب. زين، هذا اول شيء. زين، هسه هنا شنو عندي بعد؟ ال ان اي معلومه، هسه هذا اوكي. خلينا نجي واحده واحده ناشرها بالقانون الرئيسي. هذا الفي دي استخرجناه. زين، ال ان اي اللي هي عدد الدورات، يعني سرعه المحرك موجوده 1600. الكفاءة الحجمية موجودة، اعطينيها 85% هياتها. زين، وهاي 1600. زين، ال ان سي عدد الاسطوانات موجودة، هاي هو دي يقول 3 سلندر. زين، الرو اي موجودة هياتها، هاي كفاءة كثافة الهواء. ال ان ار موجودة لو لا؟ خلينا نشوفها. 3 سلندر ديزل انجين رننج ات، طبعا هو هنا المفروض يذكر لي، يعني بالسؤال المفروض يذكر هذا رباعي او ثنائي حتى انا اتحدد. هنا اعتبروه رباعي، يعني شنو يعني فور ستروك؟ فور ستروك يعني هنا ما غلط بالطبوعة وهم ناسين يكتبوها فور ستروك. زين، فهنا راح استخدم اثنين. اذا كل المعطيات موجودة، فقط تطبيق. 7.85 في 10 سالب 4 ها شنو؟ هاي ال في دي. 1600 ها شنو؟ السرعة ال ان اي. الكفاءة 85%، طبعا من نقول لك 85% يكون تحولها هيك كسر 20. عدد الاسطوانات 3 وهاي الرو اي. نجي على 2 ليش؟ لانه قلنا رباعي الضربات. هاي على 60 ليش؟ ليش على 60 قسمت؟ ها؟ هنا قسمت على 60، المفروض اذا اقسم على 60 هو هنا ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي revolution per minute، revolution per minute. فهاي هنا ما يصير اقسم اني على 60، ليش؟ لانه هي اصلا revolution per minute وهو يريدها بالمنت. ايش وقت اقسم على 60؟ من عندي revolution per second. اذا هاي خطا هنا، بس انا خليتها ليش؟ حتى ابين لكم انه اخاف بالمستقبل راح تشوفون ال 60 هاي. زين، فهي شنو؟ فهي اذا مطلوب منك انه بالثانيه الوحده. زين، وهو بالنتيجه شوفوا مطلعها بالثاني، يعني استخدمنا RPM دقيقه، لكن الناتج كيلوغرام بالثانيه، هو يريده بالدقيقه. فشنو ضربت مرتلخ في 60، فكانما قسمت على 60 وضربت في 60. فالمفروض اذا راده بالار بي ام هاي راسا 60 انا اشيلها، هذا بعد ما احتاجه راسا يطلع لي هذا الرقم. اما اذا لا والله راده بالثانيه، فش اسوي؟ اقسم على 60 ويطلع هو عندي هذا الكيلوغرام بالثانيه. فبس هاي يعني انوه لكم عليها. زين،
زين، عرفنا كمية أو كتلة الهواء الداخلة بالدقيقة الواحدة. زين، يا ترى كمية الوقود ايش قد؟ هو راد كمية الهواء ايش قد وكمية الوقود؟ فنجي سهلة، عندنا احنا نسبة خلط الهواء إلى الوقود اللي هي MA، كتلة الهواء على كتلة الوقود تساوي 14.5. هو سلفا منطيني اياها هنا. زين، كتلة الهواء معروفة، هاي هنا استخرجناها قبل شوية، فيبقى هذا مجهول واحد، راح طرفين وبسطين راح يطلع لي هل قد كيلوغرام بالدقيقة. تشوفون الفرق ايش قد؟ فرق من تقسمه يطلع 14.5، يعني كمية الهواء هي 14.5 ضعف عن كمية الوقود. نجي الآن إلى موضوع جديد، هو منظومة حقن الوقود اللي هي عادة موجودة في محركات الضغط، أو محركات نسميها compression engine، أو محركات الديزل اللي تكلمنا عنها دورة الديزل. زين، من مميزات هذه هي المحركات الكومبريشن انجن، انه قلنا في شوط السحب تمتص فقط هواء وليس خليط من الهواء والوقود. اذا هي ايش تحتاج؟ تحتاج الى منظومه لحقن الوقود داخل هذا الهواء المضغوط الساخن. زين، هاي المنظومه من ايش تتكون؟ تتكون من مكونات عديده، خلينا نشوف من ايش تتكون. طبعا اول شيء فيول تانك، انا احتاج الى خزان للوقود. زين، خزان الوقود طبعا بفتحه تهوية، يعني قلنا هاي تكلمنا عنها سابقا، قلنا اي خزان من تسحب من عنده راح يزداد الحجم الفراغ، فراح كأنما شنو يصير تخلخل بالضغط. شلون يتعوض؟ عن طريق هاي فتحات التهوية يسموها. زين، وعندنا الفيول فلتر. الفيول فلتر اللي هي شنو؟ منقيات الوقود او مرشحات الوقود. زين، فيول فلتر، فيول سبلاي بامب، المضخة المجهزة للوقود، المضخة الابتدائية. زين، والانجكشن بامبس اللي هي المضخة حقن الوقود، تحقن الوقود بضغط عالي، والديليفري فالف. خلينا نجي نشوفها على هذه الخريطة المات اللي امامنا. الفيول تانك هو هذا، ما تشوفوه هذا امامكم، خلي انا رقمه هنا رقم واحد، هذا فيول تانك. زين، طبعا بي شنو؟ بي سحب وبي راجع. زين، بي راجع. وايضا عندنا طبعا من الخزان شنو يجي بعده؟ يجي هذه تشوفوها امامكم، هاي مضخه مضخه الوقود الابتدائيه، او مضخه تزويد الوقود، او مضخه رفع الوقود. هاي المضخه طبعا هسه راح نجي ناخذها بالتفصيل، لان اذا ما اريد يعني اسهب بها في هذا السلايد. هاي توصل لي الوقود وين؟ الى مضخه حقن الوقود اللي هي شنو؟ راح تحقن الوقود بضغط عالي. فمجرد توصل عبر الفلاتر، تعبر الفلاتر وتوصل الى شنو؟ الى مضخه حقن الوقود لتحقن الوقود بضغط عالي، يسموها فيول سبلاي بامب. زين، بعدين وراها شنو يجي؟ تجي الفلاتر. طبعا شوفوا خالين فلترين، يعني مرشحين، لانه من المهم جدا انه اني اوصل وقود نظيف الى منظومة حقن الوقود والى الحواقن. زين، حتى لا يحدث عندي عطلات بهم. زين، طبعا في بعض المحركات ايضا يوجد بها ما يسمى بالقانصة، يعني يدخل الوقود طبعا شكو مثلا دقائق كبيرة او شيء، او الماء ممكن انه شنو راح ينزل للاسفل، هو اثقل من الوقود، فتقنص، يعني كأنما شنو تصفي لي الوقود من الماء. هسه واحد يقول لي هذا الماء منين يجي؟ اقول له ما هو الوقود كان فيه خزان، الخزان ما مملوء كله، يعني راح تستخدمه راح يصير به فراغ، هذا الفراغ مملوء بالهواء، والهواء شنو بي؟ بي بخار ماء، بخار الماء من الجو يصير يبرد مثلا في عند الليل او درجات الحراره ما تنخفض، هذا البخار بخار الماء راح يتكثف، القطرات وين تنزل؟ راح تنزل بالوقود. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير يختلط يعني الوقود مع الماء، ويسحب الى داخل المنظومه، ويسبب لي شنو؟ صدأ في اجزاء المنظومه. فاحنا شنو نسوي؟ نخلي هاي القانصه حتى شنو؟ يمر الوقود بها حتى قبل الفلاتر، حتى الماء يكون ينزل للاسفل، لانه هو كثافته اعلى من كثافه الوقود، مثل قلنا التاء اللي كثافته اعلى راح يكون بالاسفل. فبين فترة أخرى هذا ينفتح يتنظف، يعني يتفرغ من الماء،
ويتراجع في مكانه. راح تاخذوا هاي كلها بدرس الصيانه ان شاء الله. زين، وعندنا هاي الفلاتر راح تصفي لي الوقود من الشوائب الاخرى الى ان يوصل الى مضخه حقن الوقود. مضخه حقن الوقود راح طبعا بها مجموعه من الكلنجرات او الكباسات، اللي كل واحد راح يودي لي الوقود الى نوزل موجود في يعني يضخ الوقود في غرفه الاحتراق لاسطوانه معينه. طبعا يضخ الوقود راح يكون بضغط عالي. زين، وهنا عندي اخر شيء انجكشن نوزل او الانجكترز، اللي هو شنو؟ راح يضخ لي الوقود الى داخل غرفه الاحتراق، يحول لي من سائل الى رذاذ، من سائل الى رذاذ. طبعا هنا هذا المخطط، هاي تشوفون هنا هذه الانجكشن، خلينا نبدي هنا هاي الفلاتر، هاي الفلاتر الاثنين هياتن تكون هاي شكلها، واكو منها هواية يعني ترتيبات. واكو عندنا ايضا هاي انجكشن بامب اللي هي مضخة حقن الوقود، ضغط عالي تحقن لي الوقود. وعندي ايضا النوزلات، هاي النوزلات شوفوا هاي النوزلات. وعندي مضخة الوقود الابتدائية فيول سبلاي بامب، هياتها هاي نفس هاي تشوفوها. زين، وايضا عندي ما يسمى بالدليفري فالف، هذا موجود هنا، يعني البلنجر او الكباس مو يضخ الوقود، هذا كانما صمام لا رجعي، يعني يسمح للوقود بالخروج الى النوزل لكن ما يسمح له بالعودة الى المضخة. زين، راح نجي ناخذها يعني جزء جزء. طبعا نبدي من الفلاتر الفيول فلتر. يقول in order to guarantee the diesel engine works without stopping and to maintain the fuel injectors from being worn or blocked quickly, the fuel that comes out from the fuel tank must be cleaned from the impurity carefully. This is done using fuel filter. If the fuel injectors holes get bigger, the fuel consumption will increase. خلينا نجي نشوف شنو معناته. يقول لغرض in order to يعني لغرض ضمان ان محرك الديزل يعمل بدون توقف، يعني بدون عطل، and to maintain the fuel injectors للحفاظ على هاي حواقن الوقود من انه فتحاتها تكون اكبر، لانه او ربما في بعض الاحيان تنسد بسبب وجود الشوائب. فاحنا شو نسوي؟ الفيول لازم شيء فيول ذات كمز اوت، الفيول اللي ياتي لها من الخزان. طبعا الخزان تدرون به شوائب وبه بخار ماء، يعني اقصد قطرات من الماء وشوائب. زين، فلازم تتنظف from impurity، يعني شنو الشوائب، بعناية أو بدقة. This is done، هذا يعني يتم عن طريق fuel filter، هذا الفيول فلتر. طبعا قلنا مرات فلترين اكو. زين، يقول إذا الفيول انجكترز الحواقن فتحاتها صارت أكبر، فاستهلاك الوقود راح يزداد عندي، راح تشوف السيارة تقوم تصرف أو المحرك يقوم يصرف وقود، لأنه شنو؟ يقوم ينطي وقود للسلندر ازيد مما هو مطلوب. زين، هذا الفلتر شنو بداخله؟ اكو بداخله بهذا الشكل اللي تشوفوه، يمكن تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، عنصر تنظيف ورقي او شيء من هالقبيل. هذا شوفوا نظيف، وهذا بعد ما يعني يتوسخ. طبعا هو هذا الفلتر ممكن انه يتبدل، يعني ينشر ويتبدل، هذا الجزء موجود وتراجعه في محله. طبعا هذا الفلتر قلنا انه كلش مهم. زين، عندي الفيول سبلاي بامب. الفيول سبلاي بامب او بعض الاحيان يسموها الليفت بامب، طبعا بها انواع ايضا كثيره. الوظيفه مالتها شنو هاي؟ يقول the function of the fuel supply pump او lift pump is to transfer لنقل fuel الوقود from the tank to the fuel injection system، لنقل الوقود من الخزان الى منظومه حقن الوقود. زين، اللي هي injection pump. There are three common types of this pump. يعني هناك ثلاثة أنواع شائعة من هذه المضخات. شنو يابا؟ يقول أول شيء diaphragm، هاي هذا diaphragm، وبعدين البلنجر، هاي البلنجر، والفين. طبعا diaphragm يعني شنو؟ يعني بها مثل الغشاء أو مثل غلاف، هنا مو غلاف، يعني شو احنا نقول مثل الغشاء. يعني هذا الشيء يسوي عندنا صمام سحب وعندنا صمام دفع. وهنا شنو عندي؟ طبعا عندي كامن، وهذا عندي مثل الذراع، وهذا نابض. فهذا النابض الكامن من تكون بوضع التفعيل، يعني هذا وضع التفعيل، راح تدفع هذا الذراع، راح ينزل للاسفل، راح يسحب لي هذا الجزء،
الى الاسفل. فمن يسحب الى الاسفل ايش راح يصير؟ عندي تخلخل بالضغط هنا، تخلخل بالضغط، راح ينفتح هذا الصمام، راح يدخل شنو؟ الوقود الى داخل مضخة. من يعني الكامة تدور بحيث يكون هذا الجزء هو اللي موجود، هذا الجزء راح ينقل هنا، راح شنو؟ هذا راح يرجع الى محله. شلون يرجع؟ هذا النابض في حال مكبوس، النابض يعني مضغوط، فمن يزول الضغط عنه راح يرجع لي شنو؟ راح يرجع لي هذا الغشاء الى محله الى الاعلى، راح يضغط الوقود الموجود هنا ويطرده الى الخارج عن طريق شنو؟ صم هذا الصمام الموجود هنا. فلو تلاحظون هاي الصمامات واحد عكس الثاني، واحد للدخول وواحد وين للخروج. زين، فمضخة جدا بسيطة وسهلة. طبعا في بعض الأحيان هاي أثناء العمل، زين ما راح بعض الأحيان هاي مضخة تزويد الوقود الابتدائي بها فائدة أخرى، يعني غير نقل الوقود إلى من الخزان إلى مضخة حقن الوقود. الفائدة الأخرى هي أنه في بعض الأحيان يدخل هواء إلى داخل المنظومة، هواء يدخل إلى داخل منظومة حقن الوقود. تدرون هو الهواء عدو لمنظومة حقن الوقود، يعني فقاعات الهواء أي منظومة بها أحتاج سائل مضغوط، فالفقاعات الهوائية هي راح تقلل لي من الضغط. سبق تكلمنا فيها بالموائع، قلنا أن هاي الفقاعات الهوائية هي قابلة للانضغاط، فأي ضغط أنت راح تسلطه على المائع راح يمتص من قبل، يعني جزء من عنده، مو كله، جزء من عنده راح يمتص من قبل هذه الفقاعات. فأنا شو أسوي؟ لازم أطردها. فطبعا طريقة تنفيس منظومة الوقود راح تعلموها في مادة الصيانة أيضا، هي عن طريق هذه المضخة أيضا يتم طرد الفقاعات الهوائية. النوع الثاني هو البلنجر، يعني عند بها كباس. زين، هذا كباس تشوفوه هنا، هاي ايضا بي كامة، فهذا الكباس ايضا بي ان واوت، هذا بي ان وهذا اوت، وهذا الكباس. فالكامة ايضا تدفع الكباس بهالاتجاه للعفو تسحب، يعني هنا المفروض اكو بي نابض، زين، فهو بالوضع الطبيعي يرجع للخلف من هاي الكامة، يكون بهالجزء هذا موجود هنا. من يجي هذا الجزء المحدب راح يدفعه وين؟ بهالاتجاه راح يصرف لي الوقود. زين، فعندنا مره يمتص ومره شنو؟ يدفع. هاي شنو؟ هاي مضخ، هاي المضخه اليدويه يسموها، تقدر اللي حكينا عنها هسه قبل شويه، تقدر يعني تستخدمها في حال انه تريد تطرد الفقاعات الهوائيه من المنظومه. زين، فانت اما عن طريق هاي المضخه اليدويه في حال توقف المحرك بس مجرد تريد تطرد الهواء، او اثناء عمل المحرك راح تتفعل عندي هذا البلنجر اللي هو شنو؟ يدار بواسطه هذه الكامه. زين، بعد عندنا اخر شيء الفين بامب اللي ماخذيها انتو. الفين بامب هي المضخه الريشيه، مضخه ريشيه عاديه، مجرد انه تدفع لي الوقود الى، تنقل لي الى شنو؟ الى الانجكشن بامب عبر المرشحات او الفلاتر. طبعا هاي فد نموذج مكبر يعني لل دايفريم بامب اللي تكلمنا عنها سابقا. شوف فيول انليت من نايجي، صمام سحب عندي، صمام دفع، هذا انبوب سحب، انبوب دفع، وهذا انبوب سحب، وعندي هذا الدايفريم، هذا شوفوه باللون الازرق، هذا راح يكون لي هو تخلخل بالضغط او يكون لي ضغط، يعني اما يسحب واما يدفع. هذا عندي نابض هنا، وهذا ذراع ليفت بامب روكر ارم، مثل الروكر ارم هاي اللي حكينا عليه بال نظام الصمامات، وعندي ايضا كامه، كام شيفت اكسنتريك، يعني شنو؟ يعني لا مركزي، يعني كامه هي بها حدبه. زين، تكلمنا عن عملها لكن هنا بشكل شويه اكبر واوضح. زين، خلصنا الفيول سبلاي بامب، نجي على الانجكشن بامب. الانجكشن بامب هاي اكو نموذج تتذكرون بالورشه، عندنا نموذج نفس هذا بالضبط. زين، ممكن انه الدوره يدويا وتشوف عمل الانجكشن بامب عن قرب. طبعا الغرض من الانجكشن بامب هو ثلاث، يعني ادي ثلاث وظائف. اول شيء يقول the main function of the injection pump، الوظيفه الرئيسيه للانجكشن بامب is to، اول شيء build up pressure high، يعني شنو؟ يكون لي ضغط عالي. زين، كافي لاجبار الوقود على الخروج بشكل رذاذ
Then into the combustion chamber again the pressure of the highly compressed air and heated air. يعني لازم تولد لي وقود مضغوط بشكل عالي، هذا الضغط كافي للتغلب على شنو؟ الضغط ضغط الهواء الموجود داخل غرفة الاحتراق في نهاية شوط الضغط. زين طبعا هذا ما راح ينحقن بشكل سائل، وانما ينحقن بشكل شنو؟ بشكل رذاذ عن طريق النوزل اللي راح نتكلم عنه لاحقا. زين هذا اول شيء، اذا تو بيلد اب بريشر هاي بريشر، هي طبعا المفروض هاي بريشر، يعني هاي تجي هنا والبريشر تجي هنا. زين ثاني شيء، measure out the fuel in minutely accurate quantities which must be varied to suit or to suit the mass of air entering the cylinder to suit the speed and load requirement of the engine. طبعا هنا شيء يقول يعني يحقن لي او يعني يقيس لي كميه وقود بدقه، يعني يجهز لي الوقود كميات دقيقه تتلائم مع شنو؟ مع السرعه والاحمال، المتطلبات السرعة والأحمال للمحرك. يعني تدرون أنتم المحرك شلون أتحكم أني في كمية الوقود داخل المحرك؟ يعني المحرك من يمشي بسرعة عالية بدون حمل، زين مو مثل ما يمشي بسرعة بطيئة مع الحمل. تلاحظون شلون؟ هاي يتطلب كمية وقود معينة وهاي يتطلب كمية وقود معينة، فمنو اللي يتحكم لي بهاي الكمية؟ يعني من الخاطئ أن نقول مضخة تحقن الوقود تحقن لي الوقود بكميات متساوية. لا، اكو فد آليه هسه راح اتكلم عليها تمكن لي من انه اتحكم كميات الوقود لكل مثلا السرعه العاليه تريد وقود اكثر، السرعه البطيئه تريد وقود اقل. زين وكذلك الاحمال الكبيره تتطلب وقود اعلى حتى تكون لي عزم اعلى، الاحمال الخفيفه او بدون حمل ما يتطلب لي وقود كبير. فانا شلون ألائم كميات حقن الوقود مع هذه الظروف؟ عن طريق مضخة حقن الوقود. زين الوظيفة الثالثة، deliver the fuel to the injectors. هاي deliver the fuel to the injectors in the correct firing sequence and at the correct intervals of crankshaft rotation. يعني شنو؟ يعني تزود الوقود إلى الانجكتورز أو النوزلز في الوقت المناسب. يعني انا ما اريد النوزل دائما انه يحقن لي وقود، اريد النوزل يحقن لي وقود الى داخل غرفة الاحتراق فقط عند نهاية شوط الضغط. يعني في محركات رباعية الضربات احتاج كل دورتين لعمود المرفق انه شنو يحقن لي مرة واحدة، او في محركات ثنائية الضربات كل دورة لعمود المرفق. فهذا التوقيت منو يتحكم لي بيه؟ ايضا تتحكم لي بيه مضخة حقن الوقود. زين من يتكون مضخة حقن الوقود؟ تتكون من أجزاء رئيسية اللي هي البلنجر، اللي هو هذا اللي تشوفوه، اللي هو مثل الكباس. زين راح نتكلم عنه. كباس راح شنو؟ راح يحقن لي الوقود بضغط عالي. وعندي أيضا بارل اللي هو يعني هذا الكباس راح يتركب وياه. زين مثل يعني شو مثل الغطاء لهذا الكباس. وأيضا ديليفري فالف اللي هذا شكل ما يتركب فوق هذا الصمام، كأنما صمام لا رجع، يعني قلنا يسمح للوقود بالخروج من يعني الخروج اللي جاي من البلنجر يخرج بس ما يسمح له بالرجوع. والجوفرنر يسموه الحاكم، هذا شنو يتحكم لي في كمية الوقود اللي انا اضخها لل يعني اضخها الانجكشن بامب الى المحرك بالاحمال المختلفة وبالسرعة المختلفة، هذا يسموه الحاكم جوفرنر. زين هو يتحكم في كمية الوقود لكل ظرف معين راح نتكلم عليه ايضا. وعندي الكام شيفت اند جير، هذا الكام شيفت وبها ايضا زين الجيرز اللي هي شنو تروس. زين هذا الكام شيفت مو مال التوقيت مال صمامات، هذا الكام شيفت مال ايش؟ مال انجكشن بامب. وعندي الكنترول سليف اللي هي ما ادري هنا اكو صورتها موجودة ما موجودة صورتها. وعندي هاي شو مثل الكتلة، يعني شو كتلة الاسطوانات، الكتلة اللي راح تقعد بها ذني البلنجرات والامور. واخر شيء عندي النوزلات، النوزلات اللي هي شنو؟ راح هاي النوزل اللي هو راح يكون في غرفة الاحتراق، يعني يحقن الوقود في غرفة الاحتراق. خلينا نجي عليها واحدة واحدة. طبعا هذا فيلم اني اتمنى انه يشتغل، واذا ما اشتغل اني خليت لكم اياه، يعني خليت لكم اياه على الكلاس روم،
خلينا نشوفه يشتغل. شوفوا هيجي ما اتصور راح يشتغل. على كل حال هذا يعني فيديو توضيحي يبين لكم انه شنو راح شلون راح تشتغل هاي المنظومه. طبعا بشكل عام هسه خلي نشرح انه عليه انه هذا الكام شيفت اللي خاص بيش خاص بمضخه حقن الوقود. اذني البلنجرات، اذني اذا تشوفون البلنجرات الكباسات، وعندي اذني نوابض زين، وعندي ايضا هنا يعني طبعا هاي النوابض مرتبطه، وعندي ايضا هنا الجفرنر، هذا تشوفوه هذا الجفرنر، وهنا عندي مثل الجريده مسننه او يسموها روك، يسموها شلون يعني مثل ترس مستقيم. هذا يتحكم لي في زاويه شنو البلنجر، وهسه راح نحكي عليه زاويه البلنجر زين. فمرتبطه وين؟ مرتبطه بالدواسة القدمية، ومرتبطة ايضا بالجفرنر. الجفرنر هو ايضا راح يتحكم لي بكمية الوقود حسب السرعة والاحمال. هاي شوفوا الفيديو يعني هنا مدى يشتغل عندي انا، شوفوا يعني يفيدكم. هنا يمكن راح يشتغل هسه الان، خلينا نشوفه. هو دقيقة وربع تقريبا، تشوفون شلون هاي طبعا هذا الجفرنر بالسرعات العالية وبالسرعات البطيئة يعني يتبين عمله. اذا نشوف هذا هنا خال لك خسنه لو اقدر اوقفه. على كل حال هذا الفلنجر، هذا شوفوه خال لك مقطع عرضي من عنده فلنجر زين. هذا الجريد جوا هنا اكو مثل الترس مسنن يتحكم، شوفوا اذني ايضا تروس، فيتحكم لي بزاوية. لو تلاحظون هذا هنا شوفوا هذا الفلنجر الصغير اكو بمثل الجزء هيجي مايل، هذا هيات، هذا كلش مهم، هذا الجزء بس شوفوه كلش مهم، هذا يتحكم لي بكميه الوقود الداخله زين. هذا كل واحد من ذني موجود به هذا الجزء اللي هو البلنجر، وبه هذا الجزء يسموه هيليكس او هيجي شيء من هالقبيل، فراح يتحكم لي بكميه الوقود. هذا النموذج موجود عندنا بالورشه اذا الله راد وسهل يعني قدرنا قدرتوا تروحون تشوفوه، فهو موجود ايضا تقدرون تطلعون عليه. نفس هذا النموذج تقريبا زين. شوف ذني عباره عن تروس مرتبطه بهذا الترس المستقيم او الجريده المسننه. هذا في الفيديو قصير يعني حبيت يعني اشاركه وياكم. طبعا هنا عندي فيديو اخر راح يوضح لي طريقه عمل، بس ان شاء الله بركي يشتغل. اي خليني اطفيه. طريقة عمل البلنجر اللي قلنا عليه بهذا هيك مثل الجزء المقطوع، وراح يتحكم لي بكمية الوقود. لو تلاحظون بس هنا شوف اقدر اوقف الفيديو، اي مضبوط تمام. لو تلاحظون هذا بيفد جزء مقطوع زين، جزء مقطوع هنا هسه يقول نو فلو يعني ماكو جريان. ليش؟ لانه هذا الجزء اذا تلاحظوه هذا هسه يمتص وقود، لكن وين يروح الوقود؟ هنا اكو مثل الشق، شق وبيه فالجزء مثل المايل. هذا الشق راح شنو يجي الوقود منه؟ راح ينزل بهذا الشق ويتصرف وين؟ للراجع، روح للراجع. فهنا هسه انا ما عندي وقود يروح وين؟ الى الاسطوانات. لكن ايش وقت يروح من عندي هذا الشق ابدي اسد هاي الفتحه، من تنسد هاي الفتحه اللي هنا هسه مفتوحه، من تنسد راح يبدي يعبر لي وقود. خلينا نجي نشوف، لاحظوا هنا هسه شو وقت راح يطلع الوقود. شوف هسه هنا شلون شو وقت انسدت الفتحه، من دورت هذا الجزء دورته بحيث شنو صار بين هذا الجزء اللي تشوفوه هذا الجزء من هذا منا الى هنا، منا الى هنا، هذا الجزء من كان مقابل للفتحه ما راح ينسد بحال من الاحوال، ايش قد ما تصعد ايش قد ما تنزل راح يبقى مفتوح. لكن من دورته ايش راح يصير؟ راح يصير هذا الجزء راح ينسد من يعني بمقدار من النقطه منا الى هنا راح ينسد،
من أدور الجزء بهالاتجاه جهة يعني عكس عقارب الساعة، راح شنو راح يقل الفترة مال غلق هاي الفتحة، يقل يعني يصير صفر. فكل ما أدور هذا الجزء بهالاتجاه مدة الغلق راح تزداد، فمدة الغلق انت راح تزداد، يعني شنو كمية الوقود الداخلة كلها راح تتصرف زين. بينما كل ما اجيب هذا يعني ادوره عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني انظروا له من الاعلى عكس عقارب الساعة، راح شنو راح يضخ لي وقود بكمية والباقي وين يصرفه. خلينا نجي نشوف الفيديو، يمكن هسه بالحكي ما تفهمون، تشوفون الفيديو راح تتوضح المسألة لكم. هاي سرعة مثلا خلينا نقول متوسطة، شوفوا بالسرعة الأعلى ايش راح يصير، راح اضطر انه هذه الفترة الزمنية للغلق راح ازيدها. شلون ازيدها؟ شوف بعد اكثر خليتها تطول الفترة الزمنية للغلق، واذا ادور اكثر راح ازيد بعد اكثر. شوف هسه رجعته قللت الفترة الزمنية للغلق، زيدتها، شوف مرة يزيد مرة يقلل. لو هنا اكو رقم بس مو واضح في الفيديو، شوف اكو يوصل مرحلة وبعد يرجع. ليش يرجع؟ من هذا الجزء ينفتح ويرجع للخزان زين. فاني شلون اتحكم؟ هاي الجريدة المسننة اللي قلت لكم عليها زين، هذا اذا اضغطها ادوسها بهالاتجاه ايش راح يصير؟ شوف هسه هاي ما تنفتح الفتحة، مغلق بشكل كامل، فكل الوقود دي يتصرف وين؟ الى النوزل. لكن شوف كل ما ادور هاي هنا الجزء اللي يتحرك، كل ما ادورها يمين يسار راح تتغير الكمية المصرفة الى النوزل. تلاحظون شلون؟ يعني هذا الفيديو اتمنى تعيدوه اكثر من مرة حتى تحاولون تفتهموا. زين نجي على الفيول انجكتر. الفيول انجكتر اللي هو النوزل، يقول a pressurized nozzle that sprays fuel into the incoming air on S. ها الانجكترات هاي شنو؟ طبعا موجودة قلنا في محركات ال يعني في محركات ال شو احنا نسميها ال spark ignition الشرارة بدل الكابريتر يعني، وموجودة ايضا في محركات الكومبريشن اللي محركات الضغط. طبعا مو كل محركات الشرارة جزء منها، لكن كل محركات الضغط تحتوي على النوزلات. البريشرايز نوزل سبرايز يعني شنو؟ تحول لي يعني تضخ لي الوقود الى داخل مجاري الهواء الداخل الاسطوانة، مو الى داخل الاسطوانة. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمحركات الشرارة. اما بالنسبة لمحركات الضغط فلا، راح تحقل الوقود الى داخل الاسطوانة. فشي يقول on SI engines fuel injectors حواقل الوقود او النوزلات are located at the intake valve port زين on multi point port. حكينا عليها multi point port و يعني single port زين بالبداية المحاضرات. And upstream at the intake manifold، يعني شي يقول fuel injectors تقع في فتحات يعني في خلال مجرى الوقود، خلال مجرى الهواء العفو، تحقن الوقود خلال مجرى الهواء، فالهواء راح يختلط بالوقود ويدخل الى داخل الاسطوانه، يعني الحقل يكون خارج الاسطوانه في محركات شنو؟ الشراره. لكن في محركات الضغط وين تكون؟ تحقن مباشره الى داخل الكومبستن تشامبر. شوف شو يقول هنا، ان فيو سبارك اجنيشن انجن انجكترز سبراي دايركتلي انتو ذا كومبستن تشامبر. طبعا كل محركات الضغط وقسم من قليل من محركات الشراره تحقن مباشره الى داخل المحرك. طبعا تشوفون هذا محرك بنزين، ليش؟ لانه ما تحقن داخل الاسطوانه، تحقن داخل مجرى الهواء. هذا محرك سبارك اجنيشن، لكن اذا كان داخل الاسطوانه لا، راح يكون شنو؟ كومبريشن اجنيشن على الغالب. هاي مكونات الحاقن، طبعا هنا مثل الابره اكو موجوده، هذا طبعا دا يقول لك الوقود شلون يصير بشكل رذاذ زين. سبريتيف هاي راس يعني النوزل او راس الرش، وهنا عندي البلنجر اللي هو شلون نقول الكباس ايضا موجود داخل الانجكترز
وعندي السيلينويد اللي هو راح يسهل لي عملية فتح وغلق الصمام بالوقت المناسب زين، او في بعض الاحيان موجود نابض زين. وهنا هذا الغطاء غطاء البلنجر، وعندي الفيول فلتر ايضا، عندي منقي مال هواء. شوف حتى بالبلنجر حتى بالنوزل او الانجكتر اكو شنو منقي مال هواء صغير، وهذا منه راح يجي هو الفيول زين. هذا النابض ده شوفوه، هذا النابض في حال يعني السيلينويد او الصمام الكهرباء يكون مغلق، فيكون بهالشكل هذا يعني بشكل مضغوط. من يكون السيلينويد مفتوح زين، ايش راح يصير؟ راح يكون بهالشكل هذا، وراح نقدر نفتح النوزل. فهي تعتمد على الاشارات الكهربائيه اللي راح يجهزها لي السيلينويد صمام او صمام كهربائي يعني. فكلما كان مضغوط فراح يمنع شنو خروج يعني خروج الوقود. من يفتح السيلينويد يعني بطريقه معينه، هذا النابض راح يقل الضغط عليه، راح شنو راح يبخ لي الوقود بالكميه المحدده. طبعا هاي مرات اذا كان الوقود غير نظيف راح يصير انسداد عندي في هذه المنطقه، او يصير عندي ربما يعني تزداد كبر الفتحه، ما يؤدي الى زياده استهلاك الوقود. طبعا هنا يقول انه كانما وظائف الانجكترز يعني وظائف النوزل او هذا الانجكترز اللي هو راح يحقن لي الوقود داخل غرفه الاحتراق، يقول introduce fuel into the combustion chamber under a very high pressure، طبعا بضغط عالي نفس اللي حكيناه بالمضخه، depending on the type، حسب يعني تصميم الفلنجر زين. اذا يقدم الوقود الى غرفه الاحتراق تحت ضغط عالي واعتمادا على شنو نوع الفلنجر. هاي اول شيء. ثاني وظيفه convert the liquid fuel into a very finely atomized spray، يعني يحول لي الوقود السائل اللي جاي من مضخه حقن الوقود الى مثل السبراي او مثل الرذاذ الدقيق زين، حتى يقن داخل غرفه الاحتراق. النقطة الثالثة direct the spray or sprays into the correct point of the combustion chamber، يعني يحقن لي الوقود يوجه لي الوقود إلى النقطة الصحيحة في غرفة الاحتراق. طبعا أيضا بأنواع كثيرة يعني اعتمادا على هاي الفتحة الموجودة هنا، single hole فتحة واحدة، pintle nozzle أيضا نوعية أخرى، يعني كأنما شلون تسوي لي فد نافورة الرش راح تختلف، يعني شكل الرش راح يختلف، مالتيبل هولد فتحات متعددة، اوبن توكس نوزل ايضا فد ديزاين معين يعني يعطيني فد وضعية معينة للرش او يسموه باترن معين. اذن ايضا انواع. وهذا ايضا فيديو اتمنى ايضا راح يشتغل، راح يبين لكم هذا النوزل شلون راح يشتغل او الانجكتر شلون راح يشتغل. خلينا نشوف نقدر نشغله. طبعا هذا 7 دقائق، راح احاول انه شوية احاول امشي شوية اذا اقدر. وايضا هاي الفيديوهات يعني تلقوها موجودة على اليوتيوب، او انا خليت لكم جزء من عندها حتى شنو تستفادون من عندها. بس خليني اشوف اقدر شوية اقدمه، حتى الظاهر ما اقدر. يلا خلينا نشوف هل نقدر نشوفه. هاي فتحة قابلة للتنظيم، adjustable orifice، orifice يعني فتحة، adjustable يعني قابل للتنظيم. وعندنا ايضا الادابتر، هاي يعني شلون حتى يتلائم ويا الانابيب. عندنا الاورينجز اللي هي شلون مثل الواشرات. هذا الانجكتر كاب مثل شلون نقول غطاء الانجكتر، وهذا النابض. وايضا عندي راح يكون شنو مثل اللي يسموها الابره، انجكتر بلنجر او الكباس، هذا بهالشكل هذا راح يكون. وهنا عندي مثل الواشر حتى يحكم لي النابض زين. وهذا شنو اقدر من خلاله اتحكم يعني بقوه النابض هذا، وهذا القفل زين. طبعا
هذا الانجكتر لينك، يعني من خلال راح يدخل الوقود. خلينا نشوف شلون راح يشتغل. هاي منه الفتحة اللي من خلالها راح شنو راح يخرج الوقود الى غرفة الاحتراق. شوف هذا مثل المصفي، مثل الفلتر. زين، هنا منه راح يدخل، تشوفون مثل الخريطة هي صايرة، راح يدخل الوقود هنا. هذا البارل اللي حكينا عليه مثل الغطاء راح يكون، وهذا الوقود من راح يدخل هنا بضغط عالي راح يدفع لي هذا الجزء. تشوفوه هذا الجزء راح يندفع الى الاعلى ضد الصمام. فمتى ما وصل الضغط الى حد معين بحيث يقدر يتغلب على ضغط النابض، راح شنو راح تنفتح الفتحة لفترة معينة وراح يتردد الوقود ويخرج الى الخارج. خلينا نشوف ايش راح يصير. ايضا في بعض الاحيان يدار من قبل الكامة، مثل ما تشوفون هنا عندي الكامة. هاي شو تسوي؟ ايضا عندي روكر ارم وغيرها راح تتحكم لي بهذا. فهو اكو ضغط موجود، لكن يعني ضغط موجود لكن الفتح والغلق ايش وقت شلون يتوقت؟ يتوقت عن طريق هذه الكامة، وهذا ذراع، وهذا الروكر او اللي يسموها المطرقة. زين، المطارق. فبالوقت المناسب هو اكو يعني شلون ليكويد فيول، ليكويد يعني وقود سائل. لكن متى ما هذا يعني الكامة فتحت الإبرة راح شنو راح ينحق الوقود. خلينا نشوف شلون راح تدفعها. بس خلينا يطلع الجزء الأعلى حتى نشرح لي. وهذا منها طبعا الراجع، هذا الراجع راح يرجع إلى الفائض، احنا نسميه يرجع الخزان. شوف هذا الوقود راح يدخل من هاي الفتحة. زين، اللي هي تكون مثل الهم مشبكة على مود يعني لغرض انه التصفية. ايضا هاي قابلة للتنظيم، هاي الفتحة adjustable، يعني ممكن انه تزيدها تقللها. شوية بطيء الفيديو لكن الصور راح يعني يفيدنا انه نفهم شلون يعمل هذا النوزل، لانه الحكي قد ما احكي ما راح يعني توضح لكم مثل ما تشوفوا شوف عين. هاي هنا مثل شلون تشيك بول، يعني مثل الصمام لا رجعي، يعني الوقود من يحق هنا ما راح ما يخليه يرجع للخلف، يعني بهالطريقة هاي. شوفون جدا فشي جدا صغير. زين، هسه خلي بس شوي يتحرك، أنا مشكلة ما دا أقدر أزيده. على كل حال خلي يشتغل براحته. حدور الكامة، شوف شنو راح يصير من يزول ضغط الكامة. راح يصير راح ينفتح الصمام، يعني كأنما يزول الضغط عن هذا النابض، فراح يتمكن الضغط الوقود راح يتمكن من دفع هذا الإبرة إلى الأعلى، وراح ينضخ عن طريق هاي الفتحة. من ترجع الكامة راح تزيد الضغط على هذا النابض، فيسوي اكثر من ضغط الوقود، فراح ينغلق، ما راح يعني ضغط الوقود ما راح يتغلب على ضغط النابض. تشوفون شلون؟ لاحظوا صار ضغط الوقود هنا انضغط، هاي الكامة ادت الى ضغط هذا النابض، رجعت البلنجر الى الاسفل، وبالتالي موجود هو وقود مضغوط، لكن شنو؟ ما قدر يتغلب على ضغط النابض اللي هو شنو؟ فراح يتوجه وين؟ راح يتوجه عن طريق هذا الى الراجع. يعني عندما يكون الصمام مغلق الوقود راح ما يخرج من هاي الفتحة، هاي مغلقة، وين راح يخرج؟ يخرج عن طريق الراجع. زين، شوف لاحظوا الدقة بالموضوع. هذا يكون يروح للراجع ويرجع الى الخزان.
شوف الآن انغلق انغلق زين. طبعا هذا التصميم من التصاميم، يعني هي اكو تصاميم كثيرة، لكن هذا فد نوع من انواع النوزلات، والمبدأ العمل هو واحد، لكن الاختلاف يكون بالتصميم يعني، لكن هو المبدأ راح يكون واحد. هذا شوف من الاعلى، هذا الكاب راح يروح الوقود الى الراجع في حال الغلق، راح تنفتح. شوفوا هاي الفتحة من ينزل، هاي اكو هنا فتحة راح تنفتح توجه الوقود وين؟ الى الراجع. هاي من الصمام صاعد الى الاعلى، فهاي تكون مغلقة الفتحة، درين بورت يسموها، زي فتحة تصريف، لكن من ينزل يقفل راح تنفتح وراح يرجع الى الراجع. زين، ماذا اتمنى انه هاي الفيديوهات تكون شوية توضيحية حتى تشوفوها. اكو فيديوهات موجودة، حتى موجودة قسم من عندها باللغة العربية، ايضا خليت لكم اياها يعني بلهجة مصرية، لكن ايضا ان شاء الله تكون مفيدة لكم. بس خلينا نشوف هنا. طبعا اخر شيء عندنا ما يسمى بالحاكم او الجفرنر، هذا طبعا جزء ايضا جدا مهم في محركات الديزل موجود. يقول the governor function is the following in the following ways، يعني وظيفة الجفرنر تتلخص بهذه الطرق ادنى. يقول it automatically controls the fuel delivery to provide steady idling speeds on the engine، يعني شنو؟ يقول للتحكم بطريقة أوتوماتيكية أو تلقائية بتزويد الوقود عند السرعات البطيئة، idling speed يعني بالسرعات البطيئة للمحرك، حتى شنو المحرك لا يستهلك هواية وقود، يتحكم لي في كمية ضخ الوقود. تلاحظون شلون؟ ثاني شيء يقول it limits the inertia stresses by limiting the maximum speed of the engine، يعني إذن هو شو يسوي؟ بمختصر مفيد هو يحدد لي السرعات البطيئة جدا حتى لا يطفى المحرك، ويحدد لي ايضا السرعات العالية، اقصى سرعة مصمم عليها المحرك حتى ما يخلي المحرك انه يتجاوز هاي السرعة، فكأنما يحصل لي السرعة بين حد اعلى وحد ادنى اثناء التشغيل. يعني الحد الادنى ينطيني وقود على قد الحد الادنى للسرعات البطيئة، والحد الاعلى طبعا تدرون التخوم والمحرك ما يظل يعني الى سرعات لا نهائية، محدد من الشركة انه هذه عدد دوراته تتراوح ما بين كذا وكذا. فهذا الحاكم هو راح يتحكم لي بهذه العملية. طبعا اكو منه انواع كثيرة، ميكانيكال جوفرنر، نيوماتيك جوفرنر، هيدروليك جوفرنر، الكترونيك جوفرنر، لكن مبدأ العمل هو شنو؟ احنا ما راح ندخل بالتفاصيل ذني، فقط التعداد مطلوب منكم. اهم شيء انا لازمكم تتعلمون مبدأ عمله. مبدأ عمله شنو؟ هذا هنا اكو اثقال يسموها فلاي ويت، اثقال طياره ذني موجوده هنا، او بشكل كرات بعض الاحيان موجوده هنا. شنو عندنا؟ عندنا طبعا هذا مرتبط بوين؟ مرتبط بهذه الجريده المسننه او بهذا الترس المسنن المستقيم، زين، اللي مرتبط بدوره بيش، مرتبط بكل ايضا بترس اخر يعني يتحكم لي في زاويه البلنجر او زاوية الكباس. طبعا حكينا على هذا الجزء هذا مرارا، حكينا هسه عليه، قلنا انه هذا التحكم في هذا المقدار، هذا الجزء راح يتحكم لي بكمية الوقود المحقونة الى النوزل. فشلون اتحكم؟ من تزداد سرعة المحرك عن الحد الاعلى، شو يسوي هذا؟ هذا راح بالطرد المركزي راح يخرج الى الخارج، اذني راح تطلع الى الخارج، يعني اتجاهها راح هذا يذهب في الاتجاه وهذا راح يذهب في الاتجاه، فكأنما راح تسحب لي شنو؟ هذا الجزء اللي هذا بدوره، خلني نجي نحكي على هذا، اذا راح تخرج الى الخارج. شوفوا مؤشر لك اسهم، راح تسحب لي شنو؟ من تخرج الى الخارج عفوا، راح تدفع هذا الجزء الى هذا بهالطريقة هاي، وبعدين راح هذا الجزء راح يدفع لي هذا الجزء، لان تدرون مثل شلون يعني ربط مفصلي، زين، وهاي راح تندفع بهالاتجاه، فراح يدور لي هذا الكباس باتجاه معين، حتى شنو؟ حتى يقلل لي من كمية الوقود اللي رايحة وين؟ اللي تنضخ او تنحقن الى النوزل.
تروح إلى النوزل. من تقل السرعة إيش راح يصير؟ هذه الأوزان الطيارة راح ترجع إلى مكانها، فإيش راح يصير؟ هذا النابض أيضا موجود راح يرجع لي هذا بهالاتجاه، كأنما شنو؟ راح يرجع لي أنه يعني يغلق لي جزء من الفتحة بحيث يروح كمية أكثر من الوقود. تلاحظون شلون؟ فبهالطريقة ها يعني أيضا أنا يمكن خالي لكم فيديو عليه، زين؟ هسه إذا قدرت هم خالي لكم فيديو عليه بالكلاس روم تقدرون تشوفوه. مبدأ عمله هو جدا بسيط، مجرد أنه يتحكم لي في هذه الجريدة المسننة ذهابا وإيابا، واللي بدورها راح تتحكم لي بهذا الترس، وهذا الترس بدور راح يتحكم لي بزاوية دوران البلنجر، واللي من خلالها راح قلنا نتحكم بكمية الوقود اللي راح تروح وين؟ إلى النوزل. زين، إلى هنا نختم محاضرتنا لهذا اليوم. أرجو منكم متابعة المحاضرة ومشاهدة الفيديوهات المرفقة أيضا، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن أنه تكتبوه في تعليق أو ترسلوا لي ببرايفت كومنت، وإن شاء الله أحاول أجيبكم عليه. تحياتي لكم. طبعا أحب أبلغكم أنه أنا أضفت لكم بعض المصادر بشكل PDF، يعني مصادر أجنبية طبعا ممكن أن تستفادون منها الآن أو بعد التخرج، هي مصادر صحيح قديمة لكنها جيدة جدا، وأرجو أن تستفادون من عدها. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.